لم تنتهي المعارك في مديرية ميدي ساحلية، بل إن مجرياتها مستمرة وتشهد حالة من الكر والفر في أكثر من جبهة. ودخلت المواجهات فيها مراحل متقدمة وأكثر عنفاً في محاولات مستميتة للميليشيا لاستعادة مناطق في ميدي وحرض. تأخذ الحرب في هذه المديرية بعداً عسكرياً واستراتيجياً كبيراً، وهذا ما تراه قيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي التي تشارك في المعارك، خاصة على الشريط الساحلي الذي أصبح خط إمداد رئيسي للجيش. التطورات الأخيرة تقول إن ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع شنت هجوماً مضاغطاً على الأطراف الشمالية الغربية لميدي، لكن قوات الجيش صدت الهجوم وأجبرتها على التراجع. في الوقت الذي تسعى قوات الجيش والمقاومة للالتفاف بقواتها لفرض حصار على الميليشيا وسط المدينة، حيث بدأت هذه العملية خلال الساعات الماضية وفقا لما ذكرته مصادر ميدانية. نحن متوقين وبعون الله من ميدي إلى حرض وقريبين نتجه إلى مثلث عام، ومتوقين عليهم والتوجه جاري، ونحن نلاحقهم إلى آخر نسق لهم كامل في أقليمتهم، والشعب ونقبل الشعب كامل نحرره. المعارك الأخيرة كلفت الميليشيا خسائر كثيرة، وتركت خلفها أسلحة ومعدات عسكرية وعشرات الألغام كانت تسعى لزرعها في المناطق التي تكاد تفقد السيطرة عليها. ويبدو أن المعارك في ميدي ستأخذ وقتا أطول في مهمة إعلانها محررة من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، وهو ما تسعى له القيادة الشرعية والجيش.